رسمت الضحك على وجوه الملايين راحلو الفنانة المصرية سحر كامل. وافت الفنانة المصرية الكوميدية سحر كامل صاحبة عبارة الدين الحقنة بسرعة: السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب الفنانة سحر كامل ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الفنانة سحر كامل. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. رسمت الضحك على وجوه الملايين رحيل الفنانة المصرية سحر كامل. توفيت الفنانة المصرية سحر كامل صباح الاثنين بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 40 عاما، شاركت خلالها في مجموعة من الأفلام الناجحة وتميزت بأدوار كوميدية خالدة. وأعلن المؤثر المصري محمد علي رزق عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك وفاة سحر كامل، وعلق قائلا على صورة لها: توفت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة، وأول ما ساعدتني لأكون ممثلا علمتني ماذا أفعل، وكانت تأخذني لمكاتب الكاستينج، كانت تمسك النصوص وتساعدني على الحفظ وتفهمني. واشتهرت كامل من خلال عدة شخصيات قدمتها في أفلام معروفة مثل الناظر وجاءنا في البيان التالي وأتش دبور وحاحة وتفاحة وغيرها من الأعمال التي حظيت بعجب الجمهور. ومن أشهر أدوارها ذلك الذي ظهرت فيه مع الفنان محمد سعد، وقالت خلاله الإفيه الجملة المضحكة الشهيرة لها: الله وأنا مالي الليمبي. وكانت كامل قد ظهرت على الشاشة للمرة الأولى في عام 1979 عندما قدمت دور آمال في فيلم الباحثة بعدما اكتشفها المخرج الكبير ناجي أنجلو. وشاركت الفنانة الراحلة في قرابة 70 عملا خلال مسيرتها الفنية، لكن الأعوام الثلاث الأخيرة لم تشهد مشاركتها في أي عمل فني. وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة إفيه وأنا مالي الليمبي. أعلن الفنان محمد علي رزق وفاة الفنانة سحر كامل، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة، وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه، وهي اللي ودتني مكاتب الكاستينج، وأول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني. السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا وكل اللي فارقونا. وغيب الموت اليوم الاثنين الفنانة المصرية سحر كامل التي نالت شهرة واسعة من إفيهاتها مع العديد من نجوم الكوميديا في مصر على شاشة السينما خلال السنوات الماضية. وكان أول من أعلن عن خبر الوفاة الفنان محمد علي رزق من خلال منشور له على موقع فيسبوك، والذي قال فيه: توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة، وأول واحدة ساعدتني لكي أكون ممثلا وعرفتني كيف أتصرف، وهي من استحبطني إلى مكاتب الكاستينج، وأول واحدة مسكت بجانبها سكريبت وجلست تحفظني وتفهمني. وتابع خير في رسالة مؤثلة للراحل سحر كامل: السلام أمانة لأبي وكل الحبايب الذين سبقونا، نسألكم قناة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبي وكل الذين فارقونا. ونالت سحر كامل شهرة كبيرة من إفيهاتها في أفلام كوميدية شهيرة، وأنا مالي الليمبي من فيلم الناظر من بطولة علاء ولي الدين ومحمد سعد وأحمد حلمي، والدين الحقنة بسرعة أرجوك محتاج الجرعة من فيلم وش إجرام من بطولة محمد هنيدي، كما أنها جسدت مع الأخير دور سيدة تدير شقة للدعارة في فيلم جاءنا البيان التالي في يناير كانون الثاني من عام 2019. استضاف برنامج صاحبة السعادة من تقديم إسعاد يونس الفنانة سحر كامل لتتحدث عن مشوارها الفنية وكواليس إفيهاتها الشهيرة. وأكدت كامل في اللقاء التلفزيوني أن السبب وراء نجاح مشهدها وأنا مالي الليمبي من فيلم الناظر هو أنها حسنت من تفاصيله حتى وصل إلى المستوى الذي حاز على إعجاب الناس، وحاز بسببها على إشادة خاصة من مخرج الفيلم شريف عرفة. ما زالت تعتقد أنها على قيد الحياة رسالة مؤثرة من دلال عبد العزيز لسمير غانم. قالت مصادر في المستشفى الخاص الذي تعالج به الفنانة دلال عبد العزيز إنها في الأوقات التي تتحسن فيها حالتها الصحية طلبت أوراقا للكتابة عليها. وأوضحت المصادر أن دلال عبد العزيز كتبت في واحدة من هذه الأوراق رسالة مؤثرة لزوجها الراحل سمير غانم، والذي لا تعرف بخبر وفاته حتى الآن. وأضافت المصادر في تصريحات لصحيفة الوطن: إن معنى الرسالة مؤثر للغاية، إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض. وأكدت مصادر في المستشفى أن الفنانة دلال عبد العزيز لا تعرف بخبر وفاة زوجها حتى الآن،
بناء على طلب من الأسرة التي طلبت من إدارة المستشفى عدم إبلاغ بأي خبر عن صحة الفنان سمير غانم، إلى جانب منع أي وسيلة إعلامية أو حتى التلفزيون لمنع تسرب الخبر إليها. وتوفي الفنان سمير غانم إثر إصابته بفيروس كورونا الذي أدى لتفاقم إصابته بالفشل الكلوي، ما أدى لوفاته في أحد المستشفيات الخاصة بعد صراع مع المرض. وتعاني الفنانة المصرية من تليف كبير في الرئة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتحتاج لفترة طويلة للعلاج كي تعود رئتها للعمل مرة أخرى نظرا لتأثرها الشديد واعتمادها على الأكسجين الخارج. وتحسنت حالة الفنانة دلال عبد العزيز خلال الأسبوع الماضي وتمكنت من الحركة داخل غرفتها، إلا أنها انتكست مرة أخرى لحاجتها الشديدة للأكسجين الخارجي. آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز ادعوا لها. قال الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن مصر خالية من متحور دلتا، وهذا الأمر ليس كلاما وإنما هي أرقام على أرض الواقع، مشيرا إلى أن مصر حاليا تقوم بتسجيل عدد إصابات أقل من 20% من التي كانت تسجل في ذروة الموجة الثالثة، مؤكدا أن آخر المعلومات لديه أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء ولكنها لا تزال في حاجة إلى أكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي غير النافذ، أي بدون استخدام أنبوبة حنجرية. وأحيت الفنانة دنيا ذكرى مرور 40 يوما على رحيل والدهم النجم سمير غانم معبرة عن اشتياقها الشديد له، وكتبت دنيا عبر حسابها على انستغرام قائلة: وحشتني يا بابي يا حبيبي، ربنا يرحمك ويسعدك ويدخلك الفردوس الأعلى دون سبعة عذاب ولا مناقشة حساب. بشكر كل الناس اللي بتدعينا وهفضل أشكركم طول عمري على حبكم ومساندتكم لينا، نسألكم الدعاء والفاتحة اليوم الأربعين. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز ما زالت بحاجة إلى أكسجين. كشفت وزارة الصحة المصرية أمس السبت عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. لا تنسوا أن تدعوا للفنانة الراحلة بالرحمة والمغفرة في التعليقات. لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.